لمسان الله عود. والله شي بجنن لك، ما ضل شي بنوم لك، حتى هذا البيت اخذته جمعية الخيرية. مو هي وصية ابوك اللي الله لا ير... اصحك اخي اصحك، صار هلا بديار الحق وما بجوز عليه غير الرحمة. إلا كان بيجوز من الله لك اختي، بيجوز من الله يتبرع بهذا البيت كله، البيت السياح النياح اللي ربينا فيه، بيجوز يتبرع فيه لجمعية خيرية. والله الله ما قاله اخي، يصطفل منه لربه، ماله هو حرفي. عيشنا بالقلة وما حكينا، طالعني من الكتابة بعمر صغير وصرت اشتغل وكمان ما حكينا، وكل قرش كنت اخده كان ياخده لإله ويخبيه عني وما يعطيني منه قرش واحد، وكمان ما حكينا ولا حرف. بس يتبرع بهذا البيت لك، والله العظيم كبيرة، والله العظيم كبيرة كتير. علي تقبل علي إلا ما تفرج، ربك ما بيقطع حدا أبدا. يا رب يا رب، دخيل اسمك يا الله تفرج علينا يا رب. ايه يا فزات، رئيس الجمعية اجى لعندي اليوم مشان البيت. ايوه يعني بلش يطالب بالبيت. إيه هذا حقه. لا سيدي مو حقه. وطي صوتك. لا حقه يا سيدي، حقه. ابوك الله يرحمه مخلي وصيته عند المختار وباصم عليها وفي شهود، يعني كل شيء نظامي. الله يسامحك يا ابي على هالعمله، كيف راحت شنطتنا؟ والله يا ابني ماني عارفان شو بدي اقول لك، انا مو طالع بايدي شيء، بس بدي نفذ القانون. طيب سيدي ما فينا نعمل شيء، ما فينا ناخر المده شوي. طب ولا لك كم يوم معنا؟ معكم 10 ايام لسلم المفتاح. يا اما يا اما شو؟ يا اما بده يوجعك راسك والله يا لا حول ولا قوه الا بالله. يلا بالاذن سيدي، اماني ما شربناك شيء. بعدين بدي اروح على الكركون، مستعجل عندي الف شغله. شرب. يا الله يا الله. عمي شو صار معك مع رئيس الجمعيه الخيريه؟ والله ما صار شيء يا عمي، معنا 10 ايام مهله لحتى نسلم البيت. اوف، معقوله يعني بدك تسلم البيت؟ وشو طالع بايدي ساوي؟ لك ما بيصير، هذا حقك بالورثه وحق اختك، ما بصير تتنازل عنه. اخ يا ريت لو طالع بايدي شيء، بس في حجه قانونيه بتثبت انه البيت لإله. ايوه هلا ابوك بس متبرع بالبيت. بس بالبيت. بس على علمه انه ابوك معه مال ما بياكلها النيران. ومين مخبرك هيك؟ ابو حردبه رفيقه كان يقعد وياه وقايل له انه معي مال ما بياكلها النيران. ابو حردبه؟ لك ايه، ابو حردبه كان رفيقه لابوك، يقعد هو وياه ويحكي له كل شيء وقايل له معي مصاري كثير ومخبيها. طيب وما قال له وين مخبيهم؟ معقوله؟ معقولك فرزاتي له وين مخبيهم؟ بس قال لي انه قايل له مخبيهم بقرنه الجني الازرق ما بيعرف وين. بقى انت شغل مخك وفكر صفون هيك، عود وين كان يقعد ابوك، وين كان ينام، يقعد بشي زاويه ما يفارقها، بيكون هون مخبيهم. عرفت كيف؟ بركي هيك رب العالمين بيعترك فيهم، بتفك دقيقتك انت واختك وبتفك دقيقه هالبيت. وإذا لزمك شي عمي، إذا لزمك شي أماني برقبتك، أماني برقبتك بتخبرني، أنا بمقام أبوك. السلام عليكم. عليكم السلام. لا ما أنا كيف ما خطر على بالي هيك؟ لك ليش لا؟ والله أبي كان معه مصاري كتير، كان معه مصاري مثل الرز. لك وما كنا نشوف منهم قرش واحد إلا بطلوع الروح. يا ترى وين بده يكون مخبيهم؟ يو شو بدنا لك أخي، قاعد عم تحكي مع حالك؟ ما في شيء أختي سلامتك، ما في شيء، بس أختي أبي كان معه مصاري شيء. ما بعرف، بس كان يجي مصاري، بس وين يروح فيهم أنا ما بعرف. أيوة طيب بتتذكري وين كان يقعد أكتر شيء؟ إيه كان يقعد هون عند البحرة، ولما بده يتسطح بالليوان والمسا بأوضته. أيوة يعني هو معقول يكون مخبيهم تحت البلاطة أو بشي زاوية بالغرفة؟ تعالي لك
قدرانة امشي. كسرت كسرت كسرت. اوه اجري اجري يا رب لخيلك. وينك لك اخي؟ لك شو لك نكشنا الغرفة فوقاني تحتاني ما كنا نلاقي شي لك وين مخبيهم؟ مش بعرفني والله العظيم أنا ما عاد قدراني وقف. أخي أنا كتير جوعانة. الله وأنا كمان. رح قوم حط لقمة ناكلة لبين ما أنت تغسل بغير أنا تيابي يا أمي قولي ظهري قولي ما عاد قدراني ماني عارفان كيف تحط أكل. أخي مشان الله قلي شو بده يتبعش شي منك؟ اختفي مبارح عالم سمعونا ونحن وعم نحفر راحوا خبروا الشيخ. ايه والشيخ خبر اليوزباشي وصار بده البيت. قل له لا قل له ما بنقدر. لك ليش انا فيني قل له لا لليوزباشي؟ لك يا اختي وانا مهلي 5 ايام بس لهيك صار لازم نصلح اللي خربناه. يا اما لك يا اما شو احكي يا اما رح يحبسوني. ايه اختي مثل ما سمعتي انا نسدد كل ابواب بوشي ما عم بعرف شو بدي اعمل. طيب اخي ما بتعرف لك شي حدا يدينك هالمبلغ ونصلح فيه هالبيت وبس الله يكرمك بترجع له اياهم. ومين قال لك ما سويت؟ ما تركت حدا بعرفه ولا رحت دقيت بابه وطلبت مصاري حتى اعز الناس علي وما حدا اعطاني مصاري ومسدد كل ابواب بوشي. يا اختي اخي ضل باب واحد مستحيل يتسكر بوشك باب ربك الكريم عز وجل. روح توضى وصلي لك ركعتين وطلب منه شو ما بدك. يا رب. اختي بدي بيع اغراض البيت بركي بنطلع لنا كم برغوت. ايوه وهالكم برغوت بدهم يصلحوا لك البيت. لك يا اختي قضى اهون من قبل. روحي جيبي سكين. يلا يلا Thank you.
رب دخيل اسمك يا رب. الحمد لله الحمد لله، والله فرج همنا. دخيل اسمك يا الله. سلمتها. الله يرحمه. يلا مبروك علينا، مبروك علينا حق البيت سوا. ومبروك عليكي كمان سلفتي. تسلميلي. يلا يلا خلينا نشارككم شوي. ايه يلا، واحد اثنين اسمعي، واحد اثنين ثلاث. قولي قولي على عمتي. وينك عمتي؟ وينك عمتي؟ قولي على عمتي. قولي لك نحن سوف نعيش من دونك. قولي على عمتي. لك يضرب حظي، يضرب جابي. انت شو جابك لهون؟ دريت انه مرتي ام رياض ماتت. ايه دريت، بس على فكره هلا امي بتكون ارتاحت بقبرها. وليكون بعلمك امي اللي ما كانت تطيق لا سيرتك ولا سيرتها. لك ليش يا ابني ليش؟ والله ام رياض الله يرحمها بعمرها ما اساءت لكم. والله لانك طلقتها للوالده. لك يا ابني انت كنت صغير، ما لك فهمان ولا لك وعيان. أمك هي اللي جبرتني إنه طلقها. أمك ما تحملت الفقر تبعي والتعتير. الأجرة اللي كنت أخذها ما كانت تعجبها، كانت تحسها قليلة كتير. لا مو بس هيك، وصارت تتطلب كتير. مع إنه بتعرفني، بتعرف أساسي إنه أنا على قد حالتي. ومع ذلك لما الله بعت لي إياك طار العقل تبعي. قلت إن شاء الله هلأ تهدأ وبتقبل باللي أسملها يا الله. بس أصرت إنه طلقها مشان تتجوز واحد غني. إيه والله معها حق يا أبي. إيه ما بينعاش بالفقر. لك أنا مو ذنبي، قدر الله، قدر الله إنه أنا أكون فقير الحال. دخلك مبسوطين مع الرجال الغني؟ والله هو ما كان يحبني، بس لأنه أمي بتحبني جبرته إنه يحبني. مو مثلك، نسيتني ورا ظهرك. لا يا ابني، مين اللي قال لك انا نسيتك؟ لك عايش بقلبي، عايش بلحمي، عايش بدمي. وكل ما اجي لشوفك امك ما تخليني اشوفك. كل ما اجي لاخذك امك ما ترضى تعطيني اياك. الله وكيلك يا ابني، الله وكيلك. وين بدي اعيش مع عدوات امي واولادها؟ لا لا يا ابني، الله وكيلك، وكيل السماء والأرض. أم رياض الله يرحم روحها كانت حنونة وعطوفة كتير. طيب اختصرني، إلك ساعة عم تحكي لعيت لي قلبي، شو بدك؟ ابني أنت من لحمي ودمي، وأنا لي حق عليك. جاي مشان تنيمني عندك، لأنه بعد ما توفيت أم رياض طلعت من عندهم بدهم يبيعوا البيت، وما عاد عندي مأوى غيرك انت. ابنك؟ أولاً أنا مالي ابنك، بعدين شو هالكلام؟ بدك تجي تسكن عندي؟ والله ما حذرت، ما حذرت بنوب. روح لعند الأولاد اللي ربيتهم هنن وصغار، الجأ لهم، خليوني أقاووك وخليوني ينفعوك. يا ظالماً جاء هونك على مهري. لك عمي ابو عابد وينه؟ ليش شو بدك فيه؟ خليه يجي يقعد معنا. يقعد معنا؟ بركي بيكون هيك حس على دمه، فرقنا بريحه طيبه. ان شاء الله يا رب. انت سدي بوزك. يحصل فيه، ليش حتى تسد بوزه يعني؟ اله هو ابوكم ولا بيقربكم؟ الا لمرتك كمان تسد بوزه. لا سيدي، ما لها تسده لبوزه، ومرتي عم تحكي مظبوط. زلمة غريب عايش معنا شو عم يساوي؟ خلص يحلق عنا بقى. لك شو عم تحكي، مو عيب علي؟ لك ما بتعرف قديش دللنا نحن وصغار. دللنا؟ بتعرف ليش كان عم يدللنا؟ عم يدللنا كرمال امك، رضا امك، لانه امك كان باسمها البيت، عرفت ليش؟ لا سيدي هذا الحكي مو مزبوط. ابو عابد رجال طيب وما في منه، والله كنت حسه مثل ابي. السلام عليكم. اهلين عمي ابو عابد. ايه قومي قومي. لك قومي. لك وينك؟ والله شغلت بالي. والله كان ضايق خديك.
لحالي بروح لعند ابني. قام ابني ما استقبلني وقال عني. شو هالحكي يا باطل؟ عمي ابو عابد نحن هون ولادا، انا ابنك ونعمان ابنك، مو هيك نعمان؟ الحق معه ما يرد، شنو انا رجال غريب عنه؟ ايه عمي يعني الشغله ما بدها زعل، انت رجال غريب عننا كلنا. شوفي ولي علي الطلاق اذا بتحكي كلمه ما بخليكي هون دقيقه وحدها. يلا روحني لغرفتك. لغرفتي أمي، أمي الحقيني. حاضر. أخي من بعد إذنك أنا بدي إياك نبيع البيت مشان آخذ حصتي منه. هلا معقولة تبيعنا البيت؟ ليش مو معقولة أخي؟ لكن معقولة طول الوقت عايش بالبيت وقاعد على أعصابي؟ لقي ماني مرتاح. هذا الحكي قاصد فيه عمك أبو عابد مو هيك؟ إيهي علينا أخي، الله يوفقك، هاي القصص لا تفوتني فيها بالمرة، هنن كلمتين ورد غطا هون، أنا زلمة بدي بيع البيت وآخذ حصتي وخلاص. عمتي خلصي. خلص خلص برضاي عليكم، لا تخانقوا مشاني، أنا رح أطلع من حياتكم. علي جيرة ما بتروح. اسمع نعمان، هن كلمتين، البيت رح نبيعه بس عمي ابو عابد بدي اخده معي. اخي شو بدك عميل عميل؟ بدك تاخده معك، بدك تنيمه عندك، انا حصتي بالبيت بدي اياها، عم تفهمني؟ يخرب بيته شو نمرود. روح عمي ابو عابد، عود ما يجبر بخاطرك. خلصنا ولك زهرة، روقي بقى. لك والله رح جن، رح طق يا نورة، هي البيت ونباع، ومو بس هيك بكرة رح نروح على بيت أصغر منه وبيوشي ختيار هالنحس. والله صعبة صعبة كتير. لك وجوزي ما بقدر افتح تمني معه بكلمتين، دغري بيرمي علي اليمين. يا أختي جوزك صعب صعب كتير، الواحد ما بيقدر يفتح معه كلمة واحدة. معك حق، والله رح طق، والله العظيم رح موت طيق أنا. أيوه بعيد الشر عنك تقبريني، لساتك بعز باكي، لازم نلاقي حل. أيوه شو هو؟ زهرية! يا زهرية! لك زهرية! زهرية! لك يا زهرية وينك؟ خير ابن عمي شوفي. وين مصاري البيت؟ أنو مصاري؟ لك شو أنو مصاري؟ مصاري حق البيت حاطتهم إيدي بالغزانة. ايوه انا شو بيعرفني؟ الله وكيلك طول النهار بالمطبخ. لك شو بالمطبخ؟ استاذي استاذي بالرحمن يا ابني، دور عليهم منيح الا ما تلاقيهم. لك عمي دورت عليهم حاططهم بايدي بالخزانه، شو بده يكون حرامي يعني نزل علينا؟ يمكن حرامي نط علينا وما سمعنا، شنو ما عنا عدني طرشان. حرامي ما نزل من ولا مكان ابن عمي. وشو قصدك بهالحكي مرت اخي؟ بركة حدا غريب سرقون. ايوه يعني قصدك هذا الحكي عمي ابو عابد. والله كنت حاسس بانه في ملعوب بدهم يعملوه معي. خلصنا ما بدك كثير القصه، مندور بغرف الكل، شو رايكم؟ وغرفتي اول غرفه كمان. لا عمي لا، انا بحياتي ما بشك فيك. اي لكان بمعيتك سلفي، دور لنا بهالغرف وغرفته اول وحده على طلبه يعني. ايه ليش لا؟ فايت. سامحني عمي سامحني. ما انا قلت لكم انه ما حدا بيعمل هيك الا زلمة غريب قاعد عنا. شرف أخي، ليكن مصرياتك بسيك بالحفظ والصوم، مخبي لك ياهن هون العم الحنون. هاد هو يلي بدك تاخده معك. وين رايح على الكركون برجليك؟ شو أخي؟ شو؟ طلع فيني طول الوقت عم تقاتلني كرماله.
زهرية؟ زهرية؟ لك زهرية؟ خير ابن عمي شوفي؟ هلا بتحملي حالك وبتروحي بتتوضي وبتجيبي معك المصحف وبتحطي ايدك عليه وبتحلفي يمين انه انت مالك علاقه. بنقل المصاري من غرفتنا لغرفه عمي. اقسم بالله كنت عرفان انه انتوا طابقين لهي الطبقه. بتعرفي شلون عرفت؟ انا رح اقول لك. اجتني امي بالمنام قالت لي الحقوا لعمك. عمك ما له ذنب. هيك وصيتك في يوم مو مشكلي على عيني وراسي. أنا رايح وبس أرجع بعرف كيف حاسبك. قولي على قامتي، قولي على قامتي على هالمصيبة، قولي على قامتي شو بدي أعمل. صفات إبليس لك ربيت وكبرت وتعبت على ولدين أيتام اتيتموا ودرت بالي عليهم وبالأخير طالعوني حرامي طالعوني سراء. لك تعاملت معهم كأنه من لحمي ودمي. لا والأنكى من هيك إنه اللي من لحمي ودمي سكر بوشي الباب وقلعني وأمه ما رضيت باللي أسملها يا الله ما رضيت بوضعي. بدها ناس أو بدها زلمة غني أنا فقير بس منيح معاها كنت وطلبت مني الطلاق وقلعتني. ما في غيرك ما في غيرك يا عم رياض انت اللي قبلتي بفقري وتعديني. ما في غيرك جاي لعندي. الله يرحم روحك الله يرحم ترابك. الله لا يسامحكم الله لا يسامحكم لا دنيا ولا آخرة. دورت عليه دورت عليه ما خليت أرني مثل ما توقعت. رحت على قبر أمي لقيته ميت على القبر. سألته لأبو زكي الحارس شلون مات قال لي نطف قلبه من بكي. على قد ما زعلته هو قاعد عم يشكي لأمي. يا حويدك يا عمي أبو سامحني. عند الله ما يفيد لا لا الله يسامحك يا أخي أبو هيثم. الله يرحم ترابي اللي لمك. والله بكرت علينا كثير. قولي على قامتي عليك يا سلفتي لساتك صبية وبأول عمرك. شو بدنا نعمل يا أم أحمد؟ لا رد القضاء الله. برتخي
بدي اياك تعتبري انه في لك اخ واحد بهالحياه، واي شيء بتعتازيه تطلبيه مني. كتر خيرك يا سلفي. وبما انه ابنك صغير يا سلفتي، شو رايك ابو احمد يستلم لك الدكان وكل اول شهر بيدفع لك مبلغ تعيشي منه انت وابنك؟ شاوري عليك مرت اخي، لانه ما بيحافظ على هذا الرزق الا انا. للامانه ما رح لاقي احسن منك، انت بتضل اخ المرحوم، ولي على طولي وهاليتيم انت اولى فيه من الغريب. يا عيني عليك يا للحكي، يا عيني عليك. بس من بعد اذنك سلفي بدي شاور ابي، ما بدي يزعل اذا عمل شيء من دون اذنه. ايه معك حق، لازم تشاوري. بقى شو قلت يا بي؟ أنا مالي مرتاح لأبو أحمد. ليش يا بي؟ لأنه طماع كتير. بس والله الزلمة ما بدر منه إلا كل حسن نية تجاهي وتجاه ابني. لك أنا قلت بسلمه هالدكان يشتغل فيها وبيجيني مصروفي كل أول شهر. ما بعرف ما بعرف يا بي، كرمال الله أنت زلمة تقي وبتخاف الله، وأنا بأمن لك إذا بتقلي لا فورا مفرطة للقصة. يا بنتي خايف لك لا واندم، اعملي اللي بريحك. المشكلة إنه هيثم لساته صغير، يعني لو كان أكبر كنت مسكته رزق أبوه. الله يرحمه، مات وترك الشيء على مين بقى؟ يا بي وبوس إيدك الله يخليك، عيش معنا هون بالبيت أنا والصبي. والله عم خاف واستوحش لحالي. شو يا بي؟ قولي يا رب. الله يخليني اياك يا رب. ليش عم تعيط علي للولد؟ لك يا ابي والله غصب عني، والله قلبي على الجمر. خير شو في؟ صار 10 شهر ولهلا ما اجى عطاني حقي. ايوه مثل ما لي متوقع، وقع المحظور. يا ابي كرمال الله لا تخوفني. طيب يا ابي انا رايح شو وضعه وبخبرك. يا ابي بدي روح معك. لا انت خليكي قاعده مع ابنك خاطري. والله ما شرف طعميك، روح. نقلع من هون، ما يكون هذا الشيء، نقلع لبرا، لبرا. يعني بفهم منك يا ابو احمد بنتي وابنا ما رح ياخذوا حقه، مو هيك؟ لا ما رح ياخذوا حقهم، اصلا اخي قبل ما مات بعد المحل ما حدا له علاقه بهم. هذا الكلام مو صحيح ومردود عليك. شهدوا يا ناس، هذا المحل محل صاري، وهذا الزلمه اخذه صلبطه. هلا روح من هون احسن ما بعتك محمل على بيت بنتك. اه هيك طلع معك؟ هيك طلع معي. يلا روح من هون. لولع شو عليه بنتواجه يا ابو احمد. وانا بريحه طيبه. يلا الله يهديك. روح شباب، روح علي شوف شغله. ليش عم تبكي؟ فهميني ليش عم تبكي؟ عم اقول لك باذن الله ما بتنضامي طالما هالنفس طالع ونازل. لك مو حرام عليه؟ عم ياخذ رزق هاليتيم. انا قريته للزلمه من الاول، قلت لك هذا واحد طماع وحقود، بس ما رديتي علي. والعمل يابي، شلون بدي عيش هالصبي؟ الله بيدبرها. رح اجر بيتي ولاقي لي هيك شغلي على الخفيف. بدك تشتغل بهالسن يابي؟ لا والله يا ابو عزيز، انا معي قطعتين ذهب، كل منزل انا من بيقطعه. الله ما بيقطع يا بنتي، الله ما بيقطع. وين رايحه؟ بدي روح اشتكي عليه للزعيم والكركون. ما راح يطلع من امرك شيء، انت عاطي فيه سند المحل بايدك. لك يا ابي ضحك على عقلي وقال لي بده يسجل المحل باسمه مشان الماليه. بنتي سعي وشك بالرحمن، نحن هلا بايام فضيله.
بس ادعي علي والله رح ياخذ لك بتاريك. يا رب يا رب توقف معي انا وابني يا رب مشان شارك هالفضيل يا رب. أهلين الله معك. يا محلل يا جبار يا رب يا رب عدم السيف هالمخلل. أبو أحمد أيوة تازل حليب تازل حليب. لك شو جابك لهون؟ قلت لحالي بما أنه اليوم أول يوم رمضان لا أجي وأخذ من عندك شوية خضرة. ايه معك حق نحن صايمين خدي اللي بدك اياه وتيسري بسرعه يلا. ابن عمي ما سالتك خير؟ ابو عزيز ما عم يجي لعندك؟ لا ما عاد شفتوش منه. ايه يضرب منه لبنته وهو هيك يضرب منه لبنته يلا خدي اغراضك وامشي. هيك ابن عمي ما عندك احسن من بلا في جوا روح شوف يلا يلا بسرعه بس نازل حليب نازل حليب الراية مخلّة هذا الحليب. يا أبو يا يامو الله يسعد لي صباحك يا ست الكل ويخلي لي اياكي يا رب ويطول لي بعمري. الله يرضى عليك يا هيثم. واصله لمي واصله الله يخلينا اياكي. الله يرضى عليك. بدك شيء مني يا مو انا بدي اروح على الشغل. اي الله يرضى عليك هيثم وديني على المقبره دير الفاتحه لجدك ابو عزيز. الله يرحمه يا مو الله يرحمه بس الله يوفقك. هلا شغله المقبره الغي لي اياها لانه المقبره بعيده من هون وانا بخاف عليكي تتعبي. خلص صيري له اياها وانتي هون. لك يا مو آخ الله يرحم جدك لولا ولولا أجر بيته كنت شحدت لحتى طعميك. الله يرحمه كله من هذا الضلال اللي اسمه عمي هو اللي أكل أموال أيتام. الله لا يوفقه ولا يوجه له الخير. الله لا يوفقك يا أبو أحمد لا أنت ولا مرتك بلعوا رزقنا من دون ما يرفلن جفن يا مو. لو المحل ضل لنا كنت عم تشتغل فيه هلا بكرامتك مو احسن ما تشتغل عند العالم. معلش يا مو معلش الله يخليكي لا تفكري بالموضوع الا ما يرجع الحال لاصحاب. شو بدي وصيك يا هيثم اذا مرقت من جنبه اتقرب ناحه الله يرضى عليك ما بدنا مشاكل. عمرك يا مو الله وكيلك كل ما بمر من قدام محل ابي بتذكر شلون سرقنا عمي بدي عليه وبقول الله لا يوفقه بجاه الايام البيضة بجاه الايام الفضيله. هي كانت دعوه جدك الله يرحمه قال اللي بدعي هالدعاء دعاء مستجاب عند رب العباد. يا رب اي والله يا رب ما في غيرك ترجعنا حقنا. ماشي يا مو انا بدي اروح على شغلي بدك شيء مني؟ لا الله يرضى عليك يا هيثم الله يرضى عليك. الله يخلينا اياك السلام عليكم. الله معك. الله يرزقك يا هيثم الله يبعث لك اولاد الحلال يا رب الله يرضى عليك. دعينا يا مو دعينا. لك يا امي شو اخذك على بلاد بعيده؟ رزق يا مو رزق. بعدين لبنان حلوه وفيها شغل منيح. لك يا ابني وضعنا هنا هون كثير منيح، ليش ناوي تسافر وتتركنا؟ ليش؟ معلش ابي وعد مني اول رمضان الجاي بتلاقوني عندكم. ادعوا لي انتم بس. الله يرضى عليك، الله وقلبي يرضوا عليك. احمد دير بالك على حالك. اذا زبط الشغل بلبنان بدي خليكم تنتقلوا لعندي. ها
يا حبيبي ان شاء الله. الله يفتح بوشك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام، الله معك تقبرني، دير بالك على حالك. يا ربي شو هالمصيبة هي؟ لك هذا ابني؟ شو في عمي؟ يا الله عمي احكي لي. شو هالمصيبة هي يا ربي؟ بالحق ابن عمك، الحق ابن عمك احمد، الحق. لا احمد شباب يا عمي. ايه يا مو، شو صار مع احمد ابن عمك؟ اخ اخ يا مو، والله زعلان عليه. خيرات الله، الله يعينه. كل يوم بروح لعنده على البيت وبطمن عليه، يعني عم يتحسن. بس هدول اولادين الحرام بالطعين الطرب، لك شلون هيك بيضربوه كذا سكين؟ لك منيح اللي ما مات. سامحينا الله يخليك، نحن غلطنا بحقك كثير. شو بينفع الاعتذار يلي عملته كثير كبير؟ معك حق، والله معك حق. يعني رب العالمين وقت انقذ لي ابني عرفت انه هي اشاره، اشاره، ويمكن المره الجايه نخسره، لانه طمعنا فيكي وبولادك. لك يا ويلك من الله، تاكل رزقة هاليتيم؟ ليكو عم يشتغل اجير عند العالم، ولو ما كان بيت ابي مفتوح كنا متنا من الجوع. والله معك حق، بس اطمني انا رح احشم مدخول المحل من وقت ما اخذته لهلا، رح أعطيك حقك بالكامل ما عندك. إيه ألف الحمد لله، تحققت دعوة أبي بالليالي البيضة، ودعوة المؤمن بتوصل لو بعد ألف سنة. الحمد لله. صحيح صحيح صحيح. وأنا قبلت زواجك من موكلتي على مهر متفق عليه. والله خير الشاهدين. إن شاء الله مبارك. الله يبارك بعمرك. مبارك يا أبو زهير زواجك من ضحى، إن شاء الله بالرفاهي والبنين. الله يبارك بعمرك يا شيخنا. شكرا لك. شكرا. يا بنتي يا ضحى، إن شاء الله مبارك. الله يبارك فيك شيخي. مبروك أخي أبو زهير، إن شاء الله جوازة الدهر يا رب. الله يبارك بعمرك يا أم رابي. ضحى ما في منا، وأكيد رح تعتبر ابنك مثل ابنة بعد المرحومة مرتك الله يرحمها، بس بدي منك تدير بالك عليها. ولا يهمك، ضحى بقلبي وبعيوني. وانت يا ضحى بدي اياك تديري بالك على ابن عمك وتعتبري ابنه مثل ابنك، لأنه هو كريم كتير ببيته. إن شاء الله خاطي أم رابح. أكيد. إيه أصبح خلونا نقرأ الفاتحة على نية التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن شاء الله مبارك. الله يبارك في عمرك. يا ميت أهلين وسهلين. بالمهلة ابن عمي. أهلين وسهلة فيك ببيتك، نورتي البيت. منور بصحابك. ايه ها هلا صار البيت له طعمه، صار في روح بالبيت. الله يخلي لي اياك ويديمك فوق راسي يا ابن عمي. هلا انت رح تكوني امي؟ لك انت تقبرني وانت رح تكون ابني؟ يعني رح تحكي لي حكايه الشاطر حسن؟ طبعاً حكاية الشاطر حسن وميت حكاية غيرها. يا سلام يا بيشي بحبها لماما ضحى.
لك انت شو قصتك ما عم تخليني فوت لعندك لجوا ادور على الذهبات معك؟ فهميني ولا ايه؟ انا ليش جوزت هيك؟ مو مشان تلاقي الذهبات؟ انت متاكد انه عنده ذهب؟ ولك ايه متاكد؟ هذا مو بس عنده ذهب، ولك هذا نايم على خميره من الذهب. يا بنت العالم والناس فهمتك ألف مره انه مرته ولدت من اهل كوش الذهب قبل ما تندفس وتموت هي الثانيه. خلص معناتها رح اعمل كل جهدي ولاقيهم. الشغله مو بلا ملها، بدك تلاقيهم يعني بدك تلاقيهم. حاضر اخي، يلا روح بسرعه هلا وقت جيتو. رايح، بس اوعك تفكري اني رح اترك القصه. الله معك. زهور حبيبي شو جبت معي؟ بدي ساكاك رياضي. يا على راسي وعيوني. والعروس شو جب له معي؟ ما بدي الا ترجع لي بالسلامه تقبرني. لك ربي يسلمك حبيبي، لا تعذب امك ودير بالك عليها. ايه امرك يا ابي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هوني بامان الله. الله يكون معك. الله يسلمك. يا موح ايه الحكاية؟ تكرم عينك تقبرني، بس لجهز الغداء. الله يوفقك، بس حكاية وحدة. حبيبي، إذا ما لحقنا الغداء لبين ما يجي أبوك بعدين بيزعل. بيهون عليك زعله؟ لا، ما بدي إياه يزعل. معناتها لحقني على المطبخ لنجهز الغداء أنا وياك، يلا. يا ما، أنا بحبك كثير. تقبرني، وأنا كثير بحبك يا ما. ولأنك شاطر وأبضاي، أنا بدي ألعب معك لعبة كثير حلوة. إيه؟ لعبة التخباية. يعني أنا بخبي غراض وأنت بتدور عليه، وإذا لقيته أنت بتربح. موافق. طيب يا بطل، فينك تتذكر أبوك وين مخبي الذهبات؟ وي ذهبات يا أمه؟ ذهبات أمك، في غيره؟ ما بعرف، والله ما شفت شي. حبيبي، إذا بتقلي أبوك وين مخبي الذهبات رح أحكي لك حكاية الشاطر حسن. والله ما بعرف يا أمه. هذا شكله عن جد ما بيعرف. الله يوفقك يا أمه، احكي لي حكاية الشاطر حسن. تكرم عينك يا مو، المسا بحكي لك اياها قبل ما تنام. لا هلا. طيب، بعيوني التنتين، بس وين بوزتي؟ كان يا مكان بقديم الزمان، كان في شاب حلو مثلك اسمه الشاطر حسن. هذا الشاطر حسن كان كل يوم يروح على السوق ويجيب لأمه نظرة. كل يوم يلا يلا. يعطيك العافية ابن عمي. لك الله يعافيكي ويخلي لي اياكي. عنك. شو هالريحة الطبخة الحلوة هاي؟ ان شاء الله يعجبك طبخي. كل شيء من ايديكي بيعجبني. تسلم لي. وينه زهير؟ جبت له اغراضه؟ نام وانا عم بحكي له الحكاية. لك ربي يحن عليك. ربي يحن عليك. مثل ما عم تحني على ابني. لا يا ابن عمي. ابنك هو ابني. هذا الغالي ابن الغالي. هاي الهدية لك. تسلم لي يا تاج راسي، تعيش وتجيب لي يا رب. يلا فوت غير ثيابك وغسل وانا رايحة اجهز الغداء. يلا يلا يلا. اخي بدك تطول بالك علي شوي. شبنا اختي، لك بالحساب اكثر من شهرين تجوزتي ولهلا ما كنتي تعرفي تلاقي الذهبات. الله وكيلك يا اخي، ما خليت مكان بالبيت وما دورت فيه وما كنت لاقيهم. اي وين بدهم يروحوا؟ كبرت، صغرت، طولت، قصرت، هن بالبيت. بس انت ما عم تدور منيح، مبرده دمك. لا انا دورت كثير منيح. على كل الاحوال هلا برجع بدور. بس يعني اعطيني شوية وقت. قديش يعني؟ شهرين ثانيات؟ ما بعرف. بعدين انت ولك اختي ليش ما عم تشوفيني برزقها؟ ولا عم ترضي تشوفيني على باب البيت؟ لا تكوني عم تتهربي مني. أخي مشان الله تركني بحالي. لك
شو عم بسمع؟ اتركك بحالك؟ ايه بوس ايدك تتركني بحالي. انا ما عندي استعداد اخرب بيتي من شانك ومشان الذهبات. ابو زهير وابنه هنن عيلتي هلا، وما بدي اغدر فيهم. ايوه بس نحن ما اتفقنا هيك لما جوزتك يا. كان هيك الاتفاق، وهلا انا ما بقى بدي. ايوه اعطيني من الاخر شو بفهم. اخي انسى الذهب، وانا بعطيك مصاري مشان تستكري دكان وتشتغل فيه. ولك لا تكوني مفكرتيني شحاد وعم بشحد منك. هدول الذهبات صاروا حقي حقي، وعارف كيف جيبه. شو ناوي تساوي اخي؟ انا اختك، بيهون عليك فيني؟ انت اللي هان عليك فيني. تواجه لي. شو بدي اعمل هالمجنون؟ قولي على حظك يا ضحى. يستر. بدك شي جيب لك شي معي. بدي سلامتك يا تاج راسي. زهور ما بدي اوصيك. ها لا يا ابي ما راح اسبق. السلام عليكم. وعليكم السلام. هوني الله معك. الله يحميك ويبعد عنا كل هذا الحرام يا رب. شو يا ماما؟ شو تقبرني؟ ما بدك تحكي لي قصة؟ بدي احكي لك احلى حكاية بس لخلص شغل البيت بالاول. اتفقنا؟ اتفقنا وانا رح ساعدك. يي قبرني ابني الغالي. يلا لك. ولك انت بتعرفي لوك اندرتي، ولك ما كنت صرتي هون، ولك انت شفتي هالنعيم. اطلع لبرا احسن ما صرخ لما عليك. شو بدك؟ غازي شو بدك؟ بدي ذهبات. قلت لك انه دورت عليهم وما لقيتهم، خلص لحاتم. اقسم بالله العظيم بذبحك. لك يم ايدك عني. يم ايدك. تعال تقبرني. تعال. هذا الولد بده يضل أماني لحتى تجيب الذهبات. حاتم اترك الولد من ايدك، هذا ما دخله. عم قلك أماني. حاتم اللي عم تفكر فيه مو صاحب نوب. ابوه رح يدور عليه واكيد رح يلاقيه، وانت رح تقضي حياتك بالحبس. حاتم حاتم عم قلك اتركه. يا لولا ولا يا لولا يا لولا. تعال طريق هيك. تعال طريق ولا تعال طريق ولا بشوف. فوتي لجوا، خدي الولد فوتي لجوا. لح يا ابو زهير القصة كلها خسرت ولا حرف. كنت مفكر انه الخطة تبعك رح تنجح يا حقير. ها اصلا اختك حكت لي عن كل الخطة تبعك، واجا الوقت لحتى حاسبك يا كلب يا ندل. خدوه خدوه لعند العقيد خليه حاسبه. هلا الوقت هلا الوقت ابدا فضايح. هلا حيوان صاري ما ابدا فضايح. استر عرضة. يا بي كان روح يذبحوا امي.
لا تخاف حبيبي لا تخاف، خلصنا منه. لوين؟ ماني عرفانة وين بدي ودي وشي منك. انت مالك ذنب، اخوك طلع واطي وحقير، بس انت ما في منك بالدنيا. هذا البيت بيتك وما بتطلعي منه. الله يخلي لي اياك يا تاج راسي. كأنه جعنا ما هي. شو عملتي لنا اكل؟ نص ساعة بيكون الغدا جاهز.